أهلا بيكم مع ملخص فيلم Silence of the Lambs. فيلمنا النهاردة يعتبر واحد من أشهر الأفلام اللي اتكلمت عن القتل المتسلسلين مسفحين النساء، فلو الفيلم عجبكم وحابين نكمل باقي أجزاء السلسلة اكتبولنا رأيكم في الكومنتات. وفي أول مشهد بنشوف بطلة فيلمنا كلاريس، واللي بتكون بتتدرب في الـ FBI، وبيكون كلاريس باقي لها كام شهر وتتخرج وتشتغل ضابط في المباحث الفيدرالية. وأثناء ما هي بتعمل تمارين رفع اللياقة البدنية بتاعتها بيناديلها ضابط وبيقول لها إن مديرها كروفورد عاوزها في مكتبه، وبتروح له كلاريس وبتلاقي كروفورد مش موجود، فبتستناه في المكتب وبتلاحظ على الحيطة صور لبنات مقتولين وجلدهم مسلوق، وبيكون في خبر على جورنال لسفاح اسمه بافالو بيل ومكتوب انه قتل ضحيته الخمسة، ولغاية دلوقتي الشرطة مش عارفة تقبض عليه. وبيجي كروفورد وبيقول لكلاريس انه سمع كتير عن شطارتها وانه قرر يديلها فرصة عشان تتدرب معاه في قسم السلوك النفسي للمجرمين، وانه اختارها لمهمة بس صعبة شوية، وبيحكي لها انه محتاجة تستجوب طبيب نفسي محجوز في المصحة النفسية اسمه دكتور هانيبال، وبيعرفها ان هانيبال اصلا قاتل متسلسل وانه كان بيستمتع بقتل الضحايا وبعد كده بياكلهم، وان ليه 8 سنين رافض يتعاون مع اي حد يدخله من الضباط، وشطارتها بقى انها تكلمه وتاخد منه معلومات عن جرايمه اللي عملها. وبيحذرها كروفورد وبيقول لها انها لو بتخاف فاحسن بلاش تروح له وهيختار حد غيرها، لكن كلاريس بتتحدى احساس الخوف اللي جواها وبتقول له انها هتروح له وهتقدم له تقريرها يوم الاربعاء. وقبل ما بتخرج بيوضح لها كروفورد ان اي معلومه هتاخدها من هانيبال هتفيدهم في فهم الجانب النفسي للسفاحين، وكمان هتعرفهم الدوافع اللي بتخليهم يعملوا جرائمهم، وبيأكد عليها انها تاخد بالها من هانيبال لانه سفاح وخصوصا مع البنات ما بيهزرش، وبيعرفها انه هيحاول يلعب بافكارها فهي لازم تكون صحياله. وبعد كده بتوصل كلاريس لمبنى المصحه النفسيه، وبيستغرب شيلتون مدير المصحه ان كروفورد بعت بنت جميله عشان هي اللي تتكلم مع قاتل خطير زي هانيبال. وفي الطريق لزنزانه هانيبال بيفضل يحذرها شيلتون وبيقول لها ما تديلوش اي حاجه حتى لو طلب قلم يكتب بيه، وبيوري لها صوره وبيقول لها ان هانيبال من فتره قريبه عمل نفسه تعبان ولما وداها المستشفى اكل لسان الممرضه. وبرغم كل اللي قاله شيلتون كلاريس بتوقفه وبتقوله انها عاوزه تدخل لهانيبال لوحدها عشان ياخد راحته ويتكلم معاها، وبيتضايق منها شيلتون وبيقول لها ما كنت قلت من الاول بدل ما جبتيني لغايه الزنزانه، وبعد كده بيسيبها وبيرجع لمكتبه. وبتدخل كلاريس وبتعدي على كام بوابه حديده وبتتقدم في طرقه وبتسمع كلام خارج من مسجون اسمه ويجز، وفي اخر الطرقه بتشوف دكتور هانيبال موجود في الزنزانه بابا زجاجي، وبتعرفه كلاريس على نفسها وبتحس قد ايه هو مغرور وعنده ثقه في نفسه. وقبل اي حاجه بيطلب منها هانيبال هويتها، ولما بيشوفها بيتضايق ان كروفورد بعت له شرطيه لسه تحت التدريب، لكن كلاريس بذكائها بتقول له انها جات له عشان تتعلم منه ولما يتعامل معها يحكم بنفسه على ذكائها وشطارتها. وبيعجب هانيبال بردها فبيديها فرصه وبيقول لها تتفضل تقعد، وبتقول له كلاريس ان معاها اختبار نفسي بتتمنى لو يتعاون معاها ويقراه، فبيبتسم هانيبال وبيقول لها تهدى شويه وتسيبها من الاختبار. وبتحس كلاريس ان هانيبال بدا يلعب بيها ويسيطر على افكارها، ومره واحده بيسالها عن كروفورد وبيقول لها هو وصل لايه في قضيه السفاح بيل، وبيكون رد كلاريس انها جات له عشان الاختبار فيشوف اذا كان هيقراه ولا لا، وردها ده بيستفز هانيبال وبيقول لها لما انت شاطره كده تعرفي بيل ليه بيسلق جلد البنات اللي بيقتلها. وبيكون رد كلاريس ان اي قاتل متسلسل بيحب يحتفظ بحاجه من جسم الضحايا اللي قتلهم، ولما بيسالها هانيبال انه قاتل متسلسل بس مش بيعمل كده بترد وبتقول له انه حاجه تانية لانه بياكل ضحاياه ومش بيبقي منهم اي شيء. وبيتضايق هانيبال من ردها وبيقول لها طيب هات الاختبار، وبيقرا فيه شويه وبيرجعه لها تاني وهو متنرفز، وبيعرفها ان مره باحث حاول يتذاكي عليه وده خلاه يقتله وياكل كبده مع طبق فاصوليا. وبعد كده بيقول لها ان مقابلتهم انتهت، وفي طريق خروج كلاريس بيضايقها ويجز مره تاني فبينادي عليها هانيبال وبيقول لها انه مش هيديها اي معلومات عنه لكنه هيديها حاجه هتبسطها، وبيقول لها حاجه زي اللغز هو ان عليها تبحث في اعماقها وتدور على مريضه كان بيعالجها اسمها موفيت. وبتخرج كلاريس من عنده وهي متوتره وبتشتغل على حل اللغز اللي قاله لها، وبيتصل بيها كروفورد وبيبلغها ان هانيبال قتل المسجون ويجز اللي ضايقها في المصحه بطريقه غريبه، وبيفهمها انه فضل يوسوس له لغايه لما خلاها بلع لسانه ومات. وبتستغرب كلاريس وبتوضح لمديرها انها حاسه ان هانيبال كان بيرمز لكلمه ابحثي في نفسك بالمخزن اللي الناس بتخبي فيه حاجتها، وبتعرفه انها بحثت كتير في سجلات المرضى بتوعه بس اتفاجئت ان هانيبال مسح كل المعلومات عنهم. وفعلا بيكون كلام كلاريس مظبوط لانها بتلاقي مخزن مقفول من 10 سنين وصاحبته اسمها استر موفيت، وبالليل بتروح هناك وبتجيب الراجل اللي اجره الموفيت وبيكون باب المخزن معلق فبتضطر تستخدم كوريك عربيتها وبتفتح جزء صغير، وهي داخله بتتجرح في رجلها وجوه بتلاقي حاجات قديمه وفساتين متنطوره وبتشوف عربيه متغطيه فبتعافر لغايه لما بتفتحها، ولما بتدخل برضه بتلاقي هدوم نسائيه وبتشيل اشارب قدامها فبتلاقي تحت منه منظر مرعب لراس راجل مقطوعه ومحفوظه في ماده، لكن الغريب ان عليها مكياج كامل. وبعد الموقف ده بتجري كلاريس على هانيبال وبتدخل له وبتفهمه انها حلت اللغز، فبيتعاطف معاها وبيطلع لها فوطه وبيقول لها تنشف شعرها من المنظر
المطر وكمان تنشف الدم اللي في رجلها. وبتستغرب كلاريس ان هانيبال بيقدر يعرف حاجات ما كانش موجود وقت حدوثها، وبتقول له انها عاوزه تعرف راس مين اللي كانت في المخزن. وبيرد عليها هانيبال وبيقول لها الراس دي بتاعه مريض كان بيتعالج عنده، كان عنده ميول جنسيه غريبه شويه، وبيفهمها ان ده مرض احيانا بيدفع صاحبه للانتحار، وبيأكد لها ان مش هو اللي قتله. وبتحاول كلاريس تعرف منه مين اللي قتل المريض، وفي الاخر هانيبال بيغير الموضوع وبيقول لها ان ممكن يساعدها تقبض على السفاح بيل، وده عن طريق انه يحلل شخصيته بعد لما يقرا ورق القضيه بتاعته، لكن ده بشرط ان لو ساعدها في القبض على بافالو بيل تنقله من المصحه دي لمصحه تانية يكون فيها منظر طبيعي، وده لانه من زمان ما شافش نباتات او شجر، وبيلعبها وبيقول لها ان دلوقتي السفاح بيل اكيد بيدور على ضحيته الجديده. وفعلا في نفس الوقت بتكون في بنت بتركن عربيتها، وقبل ما بتطلع شقتها بتشوف واحد دراعه مكسوره بينقل اساس في عربيه فبيصعب عليها، ولما بتقرب منه بتقول له انها هتساعده، فجاه بيضربها الشخص ده لغايه لما بيغمى عليها، وبيقفل عليهم الباب وبيقص الهدوم بتاعتها وبيرميها بره العربيه وبعد كده بيمشي. وبنروح لكلاريس اللي بتكون بتتدرب وبينادي عليها ظابط، وبيقول لها ان الشرطه لقيت بنت مرميه في نهر وجثه ليها اسبوع ميته، وفي الغالب دي ضحيه جديده من ضحايا السفاح بيل. وبتركب كلاريس طياره مع كروفورد وبيدي لها صوره للضحيه الاخيره، وبيعرفها ان بيل ليه طريقه غريبه في القتل، وهي انه بيخلي البنات اللي بيخطفهم 3 ايام عنده وبعد كده بيسلخ جلدهم، وانه في كل مره بيرمي الجثه في نهر غير التاني، وده كله من غير ما يغتصب اي واحده فيهم. وبعد لما بينزلوا من الطياره بتقول كلاريس مبدئيا السفاح ده في الثلاثينات او الاربعينات من العمر، ولازم يكون عنده بيت عشان يقدر ينفذ جرايمه بالشكل ده. وبعد كده بتسال كروفورد وبتقول له ما ردش عليها في عرض هانيبال اللي عرضوا عليهم، وبيكون رده ان لسه بيفكر. وهنا بتعرفه كلاريس انها فهمت انه اصلا من البدايه بعتها لهانيبال عشان يساعدهم في القبض على السفاح بافالو بيل. ولما بيوصلوا عند الجثه بيبداوا يعينوها، وبتلاحظ كلاريس ان ضوافرها مكسره، وكمان بتلاحظ حاجه في بقها، وفعلا بيخرجوا نوع معين من الحشرات، وبتاخد كلاريس الحشره وبتروح عند مختصين، وبيفاجئوها ان الحشره دي اسمها حشره راس الموت، وانها بتعيش في اسيا واستحاله تعيش في امريكا الا لو حد عمل لها مزرعه عشان يربيها. وفي اليوم اللي بعد كده بتشوف كلاريس في الاعلام خبر ان بنت سيناتور في الكونجرس الامريكي مختفيه، وبتطلع امها في التلفزيون السيناتور كاسرين مارتن وبتبعت رساله للي خطفها عشان يرحم بنتها، وبنعرف ان بنت السيناتور هي اللي اتخطفت من تحت بيتها، واللي كان عامل دراعه مكسور وخطفها هو السفاح بافالو بيل. وبتقرر كلاريس تروح تاني لهانيبال، وفي المره دي بيتخانق معها مدير المصحه شيلتون، وبيقول لها ان كل شويه بتيجي تزوره ومش بتقول له على اي حاجه من زيارتها لهانيبال. وبتنفض له كلاريس وبتتكلم مع هانيبال وبتدي له ملف قضيه السفاح بافالو بيل، وبتفهمه انها على وعدها معاه بخصوص نقله لمصحه تانيه لو فعلا قدر يوصلهم للسفاح بيل. وبعد كده بيفضل هانيبال يتكلم مع كلاريس وبيسالها عن ابوها وطفولتها، وبيعرف منها ان امها ماتت بعد ولادتها، وان ابوها كان مارشال في الشرطه واتقتل وهي اتربت يتيمه. ولما بتساله كلاريس عن تفسيره للحشرات اللي بيحطها بيل في جثث البنات اللي بيقتلها، بيقول لها هانيبال ان بيل عنده ميول للتحول الجنسي، وحشره راس الموت لما بيكتمل نموها بتتحول لفراشه، وان ده في نظر بيل بيرمز للتحول الجنسي والوصول للجمال. وبيعرفها انها لو عاوزه تقبض على بافالو بيل تدور بين اكبر 3 مراكز بتشتغل في عمليات التحول الجنسي، وانها اكيد هتلاقي بيل قدم طلب للتحول الجنسي فيها، ومنها هتوصل لمعلومات عنه. وفي الوقت ده بيكون شيلتون بيسجل الحوار اللي دار بينهم وبيعرف كل المعلومات اللي قالها هانيبال. وفي ناحيه تانيه بيظهر ان بنت السيناتور لسه عايشه وبيل حاططها في حفره، ولما بتشوف البنت ضوافر الضحيه اللي كانت قبلها بتفضل تصرخ. وبيدخل شيلتون على هانيبال وبطريقته المستفزه بيحاول يوهمه ان العرض اللي قالت له عليه كلاريس ده كان كذبه منها، واثناء كلامه بنلاحظ ان معاه قلم لونه اصفر ماسكه في ايده، وبيهدد هانيبال ان لو ما قالهوش مين هو بافالو بيل هيفضل عمره كله في الزنزانه، اما لو اتعاون معاه وقال له هيخلي السيناتور كاسرين تنقله للمكان اللي يحبه. وبيرد عليه هانيبال وبيقول له انه اول اسم من السفاح هو لويس، والباقي مش هيقوله غير لما يقابل السيناتور نفسها. وفعلا بيتنقل هانيبال على طياره وبيتقابل مع السيناتور كاسرين، وبيقول لها ان اسم بافالو الحقيقي هو لويس فريند، وبيوضح لها ان لويس فريند كان بيتعالج عنده هو وصاحبه اللي اتلاقى مقتول وراسه مقطوعه في مخزن استر موفيل. وبيكمل كلامه وبيقول لها ان لويس قبل كده كان قتل بنت وسلخ جلدها، وبيدي للشرطه شويه اوصاف عنه زي طوله ولون شعره، وكمان عمره اللي تقريبا 35 سنه. ولما بتسمع كلاريس باللي حصل بتقرر انها تزور هانيبال، وبتلاقيه في صاله واسعه وزنزانته في نصها، وبتفضل تساله عن اسم بيل الحقيقي، لكن هو بيرجعها لايام طفولتها، وبيخليها تحكي ازاي بعد لما ابوها مات عاشت في الريف عند قرايبها، وفي ليله سمعت صوت حملان بتصرخ، ولما حاولت تنقذهم وتفتح باب المزرعه ما عرفتش فهربت وتربت في دور ايتام. وبيقطع كلامهم شيلتون، وقبل ما بيطرد كلاريس بيدي لهانيبال ورق قضيه بيل، وفي نفس الليله بيطلب هانيبال في العشاء لحم حملان، ولما بيجيبوا له
الظابطين المسؤولين عن حراسته الاكل اللي طلبوه. بنعرف ان هو اللي سرق قلم مدير المصحه شيلتون واخد جزء منه وقدر يفك الكلبشات وقتل الضباط بطريقه بشعه، وبعدها علق واحد منهم وقطع وش التاني وتنكر في شكله وقدر بقمه الذكاء يهرب من الشرطه وهو في عربيه الاسعاف. وبتتكلم كلاريس مع زميلتها في الاف بي اي وبتفضل تفتكر في كلام هانيبال، وبتوصل لان طول مقابلتهم كان بيقول لها معلومات عن بافالو بيل وفهمتها هتقدر توصل لطرف خيط وتحدد شخصيته. وبيتاكد تحليلها لما بتلاقي رموز كان كاتبها لهانيبال بخط ايده في ورق القضيه عشان تشغل دماغها وتوصل للسفاح بيل. وبتفهم كلاريس من الرموز دي انها لازم تروح لاول ضحيه كان قتلها بافالو، وفعلا بتروح عند بيتها وبتقابل ابوها وبتكتشف ان بيل كان بيختار البنات التخينه شويه وبيخليها عنده 3 ايام، وده عشان الجسم يكون خس ولما يسلخ الجلد يقدر براحته يفصل منه هدوم نسائيه. وبسرعه كلاريس بتتصل بكروفورد لكنه بيقول لها انهم خلاص عرفوا عنوان السفاح بافالو بيل، وده بعد ما اتبعوا العنوان اللي كانت بتوصل عليه حشره راس الموت من اسيا وهم حاليا في طريقهم ليه. وبتقرر كلاريس انها تكمل بحثها وبتروح لصديقه الضحيه الاولى، وبتعرف منها ان الضحيه كانت كل اهتماماتها الخياطه وانهم هم الاثنين كانوا بيعملوا شغل الخياطه لست عجوزه. وبتاخد منها كلاريس عنوان الست دي، وفي نفس الوقت بيقتحم كروفورد وفريقه البيت اللي متخيلين انه بيت بيل، وبيتفاجئوا انه فاضي. وبنرجع لكلاريس اللي بتقدر توصل لبيت الست العجوزه، لكننا بنتفاجئ ان بيل هو اللي بيفتح لها، واول لما بتدخل كلاريس جوه البيت بتشوف حشره راس الموت، وفي اللحظه دي بتعرف انها قدام القاتل المتسلسل بافالو بيل. وبسرعه بتقول له يرفع ايديه لكنه بيجري منها، وبتوصل كلاريس للحفره اللي فيها بنت السيناتور كاثرين، وبتفضل تدور في البيت وبتلاقي لبس متخيط من جلد البنات اللي بيل قتلهم وجثه موجوده في بانيو. ومره واحده بيطفي بيل النور وبيستغل ان معاه منظار رؤيه ليليه، واول لما بيستعد عشان يقتلها بيكون رد فعلها اسرع منه وبتضرب رصاص من مسدسها وبتقتله. وبيوصل كروفورد لمكان كلاريس وبيطمن عليها وبيتم انقاذ بنت السيناتور، وبعد كده بتتكرم كلاريس وبتاخد الرخصه الدايمه للمباحث الفدراليه. وبيتصل بيها هانيبال وبيتكلم معاها شويه وبيسالها اذا كانت بطلت تصحى من النوم على صريخ الحملان، وقبل ما ترد عليه بيظهر جنب مدير المصحه شيلتون وبيفهمها انه هيقفل دلوقتي عشان قدام منه صديق قديم وهو قرر انه ياكله.